مرحبا، احنا فريق انا وغازي، واليوم بده يستضيفنا فتحي عارف وبده يعمل لنا طبخه زاكي كتير، لسه ما بنعرف شو بده يعمل، فيلا نشوفه. يلا يلا. يا سلام نرج لكت. مرحبا. اهلا. مرحبا. كيفك فتحي؟ جبنا لك غاز. غاز بالضبط. تفضل. تفضل زيادة. فتحي جبنا لك جرد غاز. وهديتنا لك جرد غاز، غازي طبعا. أنا وغازي. أوكي فتحي، إيش بدنا نبلش طبختنا اليوم؟ بدنا نبلش إنه زيت الزيتون نحنيه. بعدين على طول بحط البطاطا، بس خليها تاخذ جوها بدون ولا اي شيء. وهلا تحمرت تمام، نحطها بصحن لحالها هيك تروح على جنب شوي. البهارات الاساسيه اللي هم ثلاث ورقات غار يعني بكفوا، خمس حبات هيل وزيهم خمس حبات كمان قرنفل، تنتين بس قرفة، حبتين لومي، كزبرة ناشفة بس حب، وفلفل أسود حب، خمس حبات كمان. لازم يأخذوا التحميصة هاي. والبصلة يعني بس يعني ها البصلة تبعتنا بالضبط بهذا الشكل، بس نعمل هيك ما في يعني. سريع بأخذ البصلات وبحطهم بس هيك على السريع. كلنا نعرف التوم، ست حبات خمس حبات زي ما هو. تخلصوا من اللب بهاي البساطة. من اللب بالضبط. ليه؟ لأنه هذا بتعب المعدة يعني. الكزبرة وبهذا الشكل يعني تشوبس. في ناس بيحبوا الفلفل، ناس ما بيحبوا الفلفل. بنحط البطاطا اللي كنا قالينها أصلا بنرجعها عشان تأخذ كلها مع بعضها أشياءها. طب نرجع هون على السريع بناخذ كل هذول مع بعض وبنحطهم. فبجيب شوية زنجبيل ببرشه عشان أخلص من كل هاي الأشياء، فباخذ الصافي منه يعني، بس شوية ملح بس ها يعني يا دوب. تحطهم بهذا الشكل خلص. تنسيف تنسيف. يس تنسيف. وهي شغالة هيك راح نجيب التونة. التونة بكون مصفيها من المي تبعها، بعدين بنقع بايش بليمون وخل أبيض، ثلاث علب تونة. ويفضل يكون بتاعت المي مش اللي بزيت. بنبلش نحط التونة بالنص. حطينا هاي. هلا بدنا نبلش البهارات. عباره معلقتين ملح، معلقه كزبره مطحونه، ونص معلقه كمون، ربع معلقه قرفه، وربع معلقه فلفل اسود فوق التونه. التونه هلا ما بحطها كلها، بحط نصها بالضبط. البندوره بهاي الطريقه بس يعني، هي ما في حدا بالعالم ما بعرفها. وبشرها وين؟ على على نفس اللي خليناها على الجريمه الهديك اللي حكيناها. هاي شوي ناعمة، هذا مهم. هذا بعدين بحكي لكم ليش. وهلا بنبشر بالضبط، بس بشرة خشنة، ما تبقى من البهارات. البهارات كاملين. يدوب بقلبها عشان تاخذ طعمه. بحط البندورة. بندورة بالنص بالنص. بعد 8 دقائق تقريبا، بياخذ 8 دقائق، بنحمرهم شوي هيك، بنحط عليهم لبن. لبن لبن عادي، لبن رايب برضو بالنص كده. بس هو تتبخر. ريحة 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 يا زلمه. بس هاي ضرورية جدا انه يكون الموضوع فيه مي. ليش؟ لانه البهارات كلها بدها تطلع. تحط الزيت بهذه الطريقة، كل اللي تحت عم بطلع فوق على الزيت، سو الزيت عم بتنكه بكل شيء موجود جوا الطنجرة. وهيك صارت جاهزة انه نحط الرز. قبل ما نحط الرز بنكون ناقعينه نص ساعة زمن. وبرضه طريقة حطة الرز لازم تحطها يعني بطريقة شوي مغاير، يعني تخليها بالنص، بس لازم أحافظ على شكله اللي هو المخروطي هذا. معلقة زبدة، يعني نحط المي بهذا الشكل تحت. أربع كاسات مي للنص. شلناها من هذا المكان، حطيناها على النار الواطية على الآخر وغطيناها. راح نعمل ببساطة شديدة جدا حبة بندورة واحدة تماما، بس هيك ناخذ هذا نشيله منها. البصل بس
هيك. طب نبشرها بهذا الشكل. تمام. بصير شكلها كالآتي يا زياد. تعال شوفها. برضو نفس القصة ألوان. وبعدين اللي بحب بملح عصرة الليمون. بجيب مصفاية ومدري شو لشو. خلص هيك. وبنحط اللي قلنا. اللي هي روح المقادير. صارت. طبعا فتحي هيك بمض السكينة. يا بدها تعملنا سلطة كتير زاكية. فتفضلي. أول إشي منقطع الجرجير، بعدين منقطع البندورة، بعدين منقطع البصل، منقطع جبنة فيتا، منحط زيتون هسا، بعدين منعمل دراسينج، نعصر ليمون، زيت زيتون شوية عليها كل شوية بس، and then منحط صويا صوص، بعدين منقلطهم مع بعض. وبتكون هيك بالضبط خلصت الطبخة. وهذا الحكي. يا سلام. انت ايش بدك تسمي طبختنا اليوم؟ بحب اسمي الطبخة هاي فيتو 01. هو غريب صح؟ طعم جديد. But it's really nice. It's nice. هي هاي يعني كثير مؤقتة وكثير زاكية. يعني انا اول مرة باكل اشي زي هيك. بس تمام. انت فنان. The ingredients, they're so unique. The spices are well blended. It's just exquisite. المقادير اللي انت بتستعملها اول شيء بدي احكي انها معقده. هذا واحد زي ما حكى زياد معقده انها كثيره، يعني انه انت حاسبها بالواحد واثنين، يعني انه خمس حبات هيك وخمس حبات هيك. مزبوط. احنا عم ناكل شيء اليوم هندسه اكثر ما هو طبخه. لوحة هندسية طبعا. ويسلموا ايديك. وعن جد عن جد يعني اشي بجنن عن جد زاكي. رائع. ويسلموا ايديك. سهتين.